بمشي لناس الافرام ديل بجيب سته بدخلهم الفرن طوالي زيت. ناس المخازن ديل ايوه التجار ديل ايوه بجيبهم طوالي بدخلهم الفرن. اقسم بالله ادخلكم الفرن. شك وبجيب 10 من تجار عمله كلهم بدخلهم نهارا جعارا نزول ما بعد يقول لهم الامم المتحده. نحن في السودان ما بنعرف الامم المتحده ذاته. لا يمكن. السلعه كل يوم بتزيد وكل حاجه موجوده. الماسونيه موجوده. ليلا ونهارا والماسونيه دي ما داير السودان ده الناس الزرق والناس التعبانين دي ما داير انهم انه يجوا يخشوا يشيلوا حقوقهم عشان كده بحاربوهم لانه السنين دي كلها مسكوا الادويه هم مسكوا البنزين هم مسكوا الوزارات كلها هم بيلعبوا فيها زي ما هم عايزين الماسونيه دي لازم تتحارب لازم تتحارب بوعي بوعي حقيقي وبادراك ومحاربتك الاتي يكون في تصويت على شرط زي قناة الحوجة قناة الليلة قناة عامة لكل الشعب السوداني الناس تجي تعمل تصويت مثلا دارين فك الماسونية أول الماسونية حنفكها شو حنفك الجندويت أول ماسونية نعم نجي نصوت كشعب السوداني يا جماعة قال أي نحن والله هسي ده بحكومتكم ما عندنا مشكلة دارين الدعم السريع ده انضم للجيش السوداني يتوزع في الوحدات كله يتوزع في الوحدات بتاعت الجيش السوداني أول خطوة ما نرجع لورا اول خطوه القوات الدعم السريع تخش في داخل الجيش السوداني في الوحدات تتوزع على حسب اقدميتها على حسب الجدول بتاع جدول 9 جدول 10 جدول 12 والجدول المقدم جكو ما عنده جدول ذاته والدور مشى يدربه دي اول بند ننتهي منه نجي نرجع للشرطه اكبر عائق في جمهوريه السودان الشرطه الشغل اللي يحصل له كله اب اجهزه امنيه موجوده وتردع الشعب السوداني في الشرطه الشرطه الموحده والشرطه الامنيه والشرطه الزفت والشرطه الزفت والطيره وشنو ديل كلهم يدخلهم في الشرطه الموحده ما دايرين اي بوليس برا ما دايرين اي بوليس برا وما دايرين زور شايل بندقيه برا ده اول حاجه يدخلهم تجي الحركات المسلحه دي السلام يجي سلام داعم ويكون مفروض رئيس الوزراء محمد اوغو بين ناس ديل يكونوا قاعدين في محلهم ده هيمتي ده يكون نائب مجلس العسكري في محله ده ما في مشكله لكن ما دايرين قوه برا القوة دي كلها تخش جوا كلها تخش جوا خلونا من الصراع الخارجي ده دي أول خطوة لازم نعملها قبل ما تشوف دولة مدنية ما لا يمكن تجي دولة فيدرالية ومدنية والمجال مدى الموجودين العدالة لا يمكن تتم لأنه العدالة ما بتتم ليه لأنه العدالة أصلا هي ما أنت ما جبت العدالة العدالة دي عندها باب لا يمكن أنك أنت تشيل عمر البشير ده تشيل الماسونية بتاعته تخلي أولاده هم ذاتهم تجي تقتل الدبيب وتخلي عياله ناس حميدي دين مع عيال الدبيب ده مع عيال الدبيب ذاته برهان ده ما راسل حفيها كيف تخلي له القوات دي برا القوات دي كلها تدخلها جوا وتدخل الشرطة الشعبية جوا والشرطة الأمنية دي كلها جوا الشرطة الموحدة ما في دول يقعد برا تماما بعد ذلك القوات دي الجيش والشرطة والحركات المسلحة بقينا في الدولة دي عندنا بس حاجة واحدة برا حركات المسلحة الحركات المسلحة ذاتها ما في زول في حركة مسلحة يجي في حكومة مدني نعم أيوة نعم لأنه المشكلة بتاعتنا في الأجهزة الأمنية في الدولة الدولة دي ما في المدنيين لا الدولة دي دايرين يشكلها في وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة الخارجية الأمن الداخلي الأمن الخارجي الآن دين دايرين يجيب الأحرار بتاعنا الحركات المسلحة دي الناس اللي احنا واثقين منهم دين يجوا ندخلهم في داخل الجهاز كلهم دكتور جبريل ما بعرف لك عبد الواحد شنو ما كله ندخلهم جوا هنا نجي نمسك اول حاجه هنا لانه الدوله امن الدوله اصلا امن نجي اول حاجه الامن ده نقوم نكتبه احنا ما عندنا جيوش كثيره جدا وناس احرار نجي نكتبهم ناس عبد العزيز الحلو وامك اسمه ده بقول لهم كرسي زي كيس العتي ده مالك عقار ده كلهم ندخلهم ما دارين اي زول بتاع حركه وصلها انت مع البشير كله واحد ما انت عسكري بس لا انا قريت قانون يا اخي قريت قانون قريت شنو ده ما عندنا معك شغله خش لنا هنا في الصف ده نادي نجي نكتف الامن اللي نجي نكتفه الامن اللي بيكتب ده لا ما الكتب بيجي من وين؟ الكتب بيجي من هنا التعذيب بيجي من وين؟ التعذيب بيجي من هنا شيل القروش بيجي من وين؟ شيل القروش بيجي من هنا بحرب البترول منه العساكر ديل بحرب الدقيق منه مسؤولين هم مش كفرة احنا دارين الكفرة ديل الجيش ده ما قفير الزول لما يكون عسكري هو قفير في الدولة واشمل المفروض القفر ده اللي نعدلهم احنا ما عندنا حراس للدوله الدوله دار حراسه يبقى حراسه الدوله يا مثقفين ويا سياسيين يا باحثين ما احترامي لكم
مفروض نحن كلنا نبني الدولة هنا. لو قال لك الدولة، الدولة الجهاز، الأمن هو الدولة، والتلجم هو رئيس السودان، ما محتاج له خبير اقتصادي، محتاج لواحد أمي كده لا يجيبوا زي حامد يعقوب كده ما في مشكلة، لكن يكون في أجهزة أمنية، في أجهزة أمنية حارسة السلع دي. لما يجي يقول رطب السكر إنني مثلا زي شغل نميري، هو زمان أنت قال نميري ده بيمشي كان بيمشي غفير، لا عنده ناس أنت لو ما نفذت بيقتلك. جهاز أمن الدولة في نميري. لما نقول إنني أي زول أي شايب ماسك كوباية بيرجف بيقول نميري حيقول شنو؟ نميري حيقول شنو الليلة؟ لما نقول في بيان حام ليه قال نميري ضابط السودان لا؟ ضابط بشنو؟ ضابط بالبندقية، ضابط بالأجهزة الأمنية، جهاز أمن الدولة في زمن نميري كان ما في زول بيقدر بيتكلم في جمهورية السودان. ده جهاز أمن الدولة. ليه؟ لأنه في دولة، بوليس ذاته ما بيقدر بيتكلم. أنت بتخاف من نفسك، أنا بخاف من نفسي. ليه؟ لأنه في دولة دايرين نشكل القواعد اللي دايرين نرجع نشكلها هي. هنا ما دايرين نحصى. لما دايرين نشكل الكلام ده ما دايرين نحصي زول. أخوان مسيبة، الدفاع الشعبي، الدبابين، المجاهدين، ده مش كلها كتايب ظل؟ أي كله ندخلهم جوا الأجهزة دي ونجيب القوات الحسي حاليا البرة الأحرار من الحركات المسلحة دي، ديل برضه هم ديل. لما نجيب ناس ديل ديل ذاته أكثر من الناس ديل، نجي كلهم نكبهم. لكن نجي نكبهم كيف؟ ديل ذاتهم عشان نجيبهم نكبهم لازم يكون في شغل واحد. أول حاجة نوحد الجيش ونوحد الشرطة، الحركات المسلحة نخليها قاعدة بعيد عشان ما نجيب مرتزقة في داخل جمهورية السودان في داخل الحركات المسلحة. لما نجي نجمد الدمج بتاع الدعم السريع بيتم كيف؟ بيتم بواسطة الاستخبارات العسكرية والمباحثة المسكرية الأسود المركزية والأمن الجنائي. هنجي نشوف قوات هيمتي كم؟ والله 300,000 مثلا، 300,000 جندي هاي المرتزقة في اليمن والمرتزقة في ليبيا. كويس، العمليات دي نخليهم قبلهم، ما عندنا مشكلة، حنا نشوف لهم إحصاء لو ما ماتوا هناك ما في مشكلة. المرتزقة دي متوليها منهم، يتولاها الدولة، ما بتولاها هيمتي، بتتولاها الدولة وزارة الدفاع. هنجي بعد ذلك نشوف المرتزقة دي هنعالجها كيف. إلى أن المرتزقة دي نجي نشوف بعد ذا دارين ضم القوات دي، نشوف الناس الماشيين للمظلات، نجي بعد ذا نشتغل فيهم في النت. طبعا في النت زي كلام يا جماعة مشير ورايك، أنا ماشي ترى شغل طويل. نجي قوات الدعم السريع دي نجي نجيبهم بعد ذا، تعال تجد عين للرقم الوطني حقه بس ما عنده شعر الميلا. كويس، طوالي تشتغل هناك، أسرته موجودة وين؟ في محل الفلاني، شيخ وين؟ في الحتة الفلانية. شفت كده بالنيم يكونوا قاعدين في الحناكر وبالنيم، وأي زول يثبت ما سوداني يكون قاعد منتظر. ما حتقول لك كده سجن شالة ده حيتملي أو سجن الهدى حيتملي، ما بيتملي سجن الهدى ده حيتملي مرتزقة، وهيطلع اثنين لواء او اثنين فريق في داخل الدعم، اثنين لواء في داخل الدعم السريع او اثنين رتبه عميد في داخل الدعم السريع حيطلعوا موريتانيين ولا حاجه بالشكل ده. يعني انت فاهم كلامي؟ انت فاهمني كويس؟ برضو حنحطهم قوم، ما حنسالك حميد ذاته، ما حنساله، خليه يقعد نائب المجلس العسكري في محله ده. نجي نجيب النادل نجردهم في 6 شهور 7 شهور، احنا ما مستعجلين. DDR حقنا ده هنشتغل الحركات المسلحة في الزمن ده يا حامد، في الزمن ده الحركات المسلحة الضباط حقنا هم ذاتهم بيكونوا موجودين في داخل التحالف ده، هم ذاتهم يشتغلوا في DDR. بعد ذلك نرجع نشتغل DDR في داخل الحركات المسلحة. بعد ما نخلص DDR في داخل الحركات المسلحة وفي الدعم السريع، هنا بيكون نحن ضمننا أول حاجة المركز الحقيقي لبناء الدولة السودانية في الأجهزة الأمنية. أول حاجة ضمننا الجيش ده والقوات الشرطة ديلك كلهم كده سودانيين، والشالم القربان ديل عرفناهم قعدان بالجنب ما هنحاكمهم نحن، ديل طوالي اتحاكموا بالقانون الدولي، حكم عادل جدا، حكم عادل جدا. جو كيف دي بعد ذاك شغل تاني، يقلبوا في سجن الهدى، في سجن شالا،
في سجن دبب، في سجن بور سودان، في سجن سجن، ما عندنا مشكلة. سجون راق أصلا ما عندنا مشكلة. يبدأ لنا بعد ده باقي شنو يا حامد؟ هنا خلاص الحركات المسلحة دي كلهم في وزارة الدفاع وزارة الداخلية أول حاجة نشكل الحتة دي. بعد ذاك تعال يا حبيبي عشان دارين نشوف ذاته الشعب السوداني ذاته دارين ندي حقه دارين ندي حقه الشعب السوداني ذاته عشان نجي ها السودان ده عشان يتبني دولة قلنا اللي حد العزمة بذات الحوية السودانية هنا نحن عندنا أجهزة أمنية نظفنا وبعد ذاك نظفنا الناس بذات الحركات المسلحة كلهم